النهارده حلقتنا الحقيقه وهنتكلم عن الكره العالميه، واكيد هنتكلم على دوري الابطال تشامبيونز ليج الجوله الخامسه. حضراتكم بكره وبعده يوم الثلاث والاربع هتقام الجوله الخامسه من دوري الابطال. كلنا عارفين وكلنا متابعين ان نابولي، بنتكلم على مستوى الفرق اللي ضمنت الوصول لادوار النوك اوت، بنتكلم على نابولي، بايرن ميونخ، ريال مدريد، المان سيتي، وكمان كلوب بروج البلجيكي. هنشوف في الموقف كمان بالنسبه لبعض الفرق اللي يمكن هذه الجوله هتحسمها بشكل كبير جدا، هتحسم التاهل لبعض الفرق بشكل كبير جدا. عندنا اسماء كبيره زي برشلونه لغايه دلوقتي موقف صعب جدا، هل هتحصل المعجزه ويصعد برشلونه وغير الفرق الكثيره الاخرى؟ يعني عندنا النهارده نجم كبير وعلى مستوى التحليل، عندنا طبعا ناقد رياضي احمد مجدي، هنتكلم في كل دوت. دوري الابطال الجوله الخامسه الحاسمه هنكون مع حضراتكم بالتفصيل في هذه البطولة. النهاردة كمان عندنا بعض الأخبار السريعة هنبدأها مع حضراتكم مع رونالدو. يمكن حضراتكم خلاص متابعين رونالدو خلال الفترة اللي فاتت، خلاص العملية ما بينه وبين تنهاج المدير الفني للمان يونايتد، خلاص الأمور أعتقد وصلت لمرحلة صعبة جدا. بيزودها رونالدو كمان في طبعا كان غايب، يمكن خرجه تنهاج من التشكيلة الرئيسية وحتى على مقاعد البدلاء لم يتواجد رونالدو في مباراة تشيلسي، بسبب طبعا يعني اللي بيعمله رونالدو من خلال المباراة قبل المباراة ما تنتهي أمام توتنهام، بيخرج من الاستاد وبيكون في عقوبة رادعة بالنسبة لرونالدو أنه هو بيتمرن دلوقتي مع فريق الشباب، ما بيتمرنش خالص مع الفريق. في تقارير انجليزيه بتقول ان تشيلسي بيخطط للتعاقد مع كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي اللي جاي، وكمان زي ما بقول لحضراتكم استبعاد تنهاج لرونالدو خلال الفترات اللي فاتت، خلاص العمليه بقت صعبه جدا. وحتى على مستوى رونالدو قال انه ممكن جدا ينزل ب يعني سقف التعاقد معاه لنسب اقل كتير من اللي بياخدها دلوقتي عشان يشارك. العديد من التقارير في تشيلسي بتقول انه ينوي تشيلسي، ينوي يمكن في الميركاتو الشتوي اللي جاي ان يركز مع كريستيانو رونالدو ويمضي تعاقد معاه، ولكن التعاقد ده كمان لمده 6 شهور بس، يعني ممكن جدا تشيلسي خلال يناير اللي جاي بيتعاقد مع رونالدو لمده 6 شهور قابله للتجديد لموسم اخر. التقرير كمان بتقول ان يمكن ده الحل الامثل لكريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو زي ما بقول لحضراتكم بيمر بازمه على مستوى الثقه، بيمر بازمه كبيره حتى من بعض الانتقادات من جماهير المان يونايتد. بعض التقارير بتقول ان تشيلسي ممكن يكون هو الحل الامثل، هيروح لتشيلسي، لا يزال هيلعب في البريمير ليج. تشيلسي كمان من الفرق اللي بدات تاخد التراك الفوز وماشي بشكل جيد جدا مع المدير الفني الجديد، وكريستيانو رونالدو قد نراه في فريق البلوز مع يمكن نهاية كأس العالم وعودة البريمير ليج في يمكن الميركاتو الشتوي القادم في يناير. كمان توتنهام بيسعى كمان لضم نجم الانتر، طبعا بيسعى له بشكل كبير جدا، وبيسعى توتنهام يعني مع احد اللاعبين البارزين طبعا في صفوف الانتر ميلان خلال كمان الفترة الشتوية اللي جاية. وقال التقرير انه يعني بيجهز حوالي 50 مليون يورو لضم الايطالي اليساندرو باستوني. باستوني لعيب كبير جدا على مستوى المنتخب، على مستوى الانتر بيقدم مستويات رائعه، ويعني كمان هذا اللاعب كان مع كونتي المدير الفني الحالي لتوتنهام، وكان بيدربه وسبق العمل معاه في اكتر يعني في الميلان. و بعض الصحف اشارت ان باستوني يعني بيحظى ايضا باهتمام من تشيلسي، بالاضافه طبعا لمانشستر يونايتد والمان السيتي اللي عايزين برضو يحسموا هذه الصفقه سريعا. لكن توتنهام من خلال اللي انا شايفه، من خلال النتائج، من خلال وجود هذا اللاعب مع كونتي في الانتر الموسم قبل الماضي، اعتقد باستوني هيكون اضافه، واضافه مهمه جدا لفريق توتنهام. باستوني على فكره بينتهي عقده مع الانتر ميلان في طبعا صيف 2024، ويعني هو ما كانش موافق على بعض عروض التجديد من الانتر، وبالتالي بقى قريب جدا للانتقال الى البريمير ليج. طبعا هو باستوني الموسم ده يعني عمل 12 مباراه من خلال طبعا الانتر في مختلف البطولات، وعنده تمريرات حاسمه كبير، يعني لعيب مميز جدا في وسط الملعب اللي يمكن ينقصه توتنهام، ينقص هذا
المركز بشكل كبير جدا. باستوني قد يكون موجود في طبعا البريمير ليج مع قدوم الشتاء. لعيبوا بايرن ميونخ كمان يعني بيقولوا ان هم عايزين ينتقموا من ليفاندوفسكي. طبعا في مباراه مرتقبه في دوري الابطال ما بين البايرن وما بين برشلونه يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله، ده ضمن منافسات الجوله الخامسه زي ما بقول لحضراتكم في دوري الابطال. طبعا دايما مباراه برشلونه وبايرن ميونخ بتكون مباراه قويه جدا، يمكن المباراه الاولى وفوز البايرن 2-0 لكن كان برشلونه قدم مباراه كبيره بصراحه. يعني حضراتكم عارفين كمان ان بايرن خلاص يمكن ده ضمن التاهل ل يعني دور النوك اوت، دور ثمن النهائي قبل هذه المواجهه، لكن كمان بيسعى لضمان الصداره في هذه المجموعه. طبعا مجموعه صعبه جدا، والبايرن كمان عايز يعزز التفوق التاريخي على برشلونه في سجل مواجهاته مع برشلونه. البافاري ما سقطش غير مرتين بس مقابل 9 انتصارات امام الفريق الكتالوني. بعض التقارير الاسبانيه قالت ان كل الحوافز السابقه لدى بايرن لا تقارن طبعا برغبه الفريق في الانتقام من البارسا، والمهاجم ما بين قوسين المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، واوضح لاعبي بايرن ميونخ رغبتهم في احراج برشلونه امام جمهوره. بي طبعا حضراتكم عارفين لو عمل نتيجه جيده والبايرن كسب خلاص برشلونه هيروح للدوري الاوروبي، ودي هتكون تاني مره على التوالي يخرج برشلونه من دور المجموعات وينتقل الى الدوري الاوروبي. عندنا حاجات كتيرة جدا جدا النهارده في المحترف، لكن خلينا قبل ما نروح ونبدا جولتنا مع دوري الابطال عندنا بعض الاخبار السريعه على مستوى الصحافة العالمية والأوروبية، نشوف الصحافة قالت إيه في المحترف مع حضرتك. نبدأ مع حضراتكم جولتنا، هنبدأ النهاردة مع جولتنا في الصحافة الأسبانية، جريدة ماركا الأسبانية اللي ركزت على فالفيردي، لاعب طبعا اللاعب العظيم في ريال مدريد، وكتبت فالفيردي يكسرها. اهتمت الصحيفة بكمان فوز برشلونة على أتلتيكو بلباو برباعية نظيفة وتألق عثمان ديمبلي، وكتبت ديمبلي يعطي الحب وجافي بطل الرعب. اهتمت كمان بفوز فياريال على الميريا 2-1 ب9 لاعبين. اما صحيفه اس الاسبانيه ركزت على فوز اتلتيكو مدريد على ريال بيتيس بنتيجه 2-1 لانطوان جريزمان، وكتبت عوده جريزمان. الصحيفه كمان اهتمت بفوز برشلونه على اتلتيكو بلباو 4-0 وكتبت عرض ديمبلي. كمان الصحيفه اهتمت بحوارها مع داني المو لاعب لايبزيج والكشف عن عقد امبابي مع باريس سان جيرمان، وكتبت امبابي 630 مليون يورو في 3 مواسم. نطير لانجلترا، صحيفه ذا صن الانجليزيه ركزت على فوز نيوكاسل على توتنهام وعوده للمركز الرابع بجدول الترتيب، وكتبت ايدي هاو يتحدى نجوم نيوكاسل للبقاء مطاردة التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنهام. الصحيفة كمان اهتمت بخيسوس مهاجم أرسنال وكتب جيسوس يفتقد أرتيتا، أو كما اهتمت كمان بهاري ماجواير وإمكانية مشاركة هذا اللاعب في كأس العالم بجانب ورفقة المنتخب الإنجليزي. نطير لفرنسا، صحيفة ليكيب الفرنسية اللي ركزت على فوز ليل على موناكو 4-3 وكتبت عرض الشمال. في إيطاليا جريدة لاجازيتا الإيطالية ركزت على الميلان وبحثه عن التأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال، وكتبت ميلان أوروبا في مهمة الـ60 مليون يورو. كما اهتمت هذه الصحيفة كمان بفوز نابولي على روما 1-0 وكتبت نابولي أو أوسين والطيران. دي كانت الصحافة العالمية النهاردة في المحترف زي ما بقول لحضراتكم ملفاتنا. يمكن النهاردة الحلقة هتكون سريعة شوية مع نجمنا أحمد مجدي، هنتكلم على دور الأبطال الجولة الخامسة من هذه البطولة، وزي ما بقول لحضراتكم بطولة يعني حاسمة، جولة حاسمة
في هذه المجموعة، مجموعات كثيرة جدا هناخدها بالترتيب مع حضراتكم، نتكلم على فرص كل الفرق خاصة فريق برشلونة. هل قادر برشلونة على الصعود لدور ثمن النهائي أم للمرة الثانية سيخرج برشلونة من دوري الأبطال في دور المجموعات؟ ده اللي هنشوفه مع حضراتكم بعد الفاصل.